موافقة السيد رئيس الهيئة ومصادقته على قرار اللجنة العليا للمبسوخ عقودهم، تمت المباشرة بالوجبة الثانية من الجرحى البالغ عددهم 799 جريح. باشرت المديرية العامة للشؤون الإدارية بإكمال الإجراءات الإدارية بملء الاستمارات ومطابقة المستمسكات ونسخة العقد التي تم الفصل منها وكافة الإجراءات الأمنية والتدقيق الأمني من قبل مديريتي الأمن والاستخبارات. شرعت المديرية من يوم أمس بإكمال الإجراءات. لغاية الآن تم أكثر من 613 منتسب ملء استماراتهم من عدد 799. اليوم الثاني على التوالي تستقبل اللجنة العليا المفسوخة عقودهم المشكلة من معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين ومديرية شؤون الإدارية المفسوخ عقودهم الذين صدرت بهم موافقة السيد رئيس الهيئة المحترم وتجري الإجراءات الإدارية بانسيابية عالية ولم تسجل إلى غاية الآن أي أخطاء إدارية أو تلكؤ في العمل وتجري الإجراءات عن طريق في المرحلة الأولى عندما يأتي المفسوخ عقده يتم تأشيره في قاعدة البيانات المشكلة. اليوم الثاني على التوالي استقبلت اللجنة العليا الخاصة بالمفسوخ عقودهم من أبناء الحج الشعبي الأبطال من مديرية الشؤون الإدارية المكلفة من قبل السيد رئيس الهيئة المحترم والسيد رئيس الأركان المحترم والسيد مدير الشؤون الإدارية المحترم باستقبال الوجبة الثانية الخاصة بالجرحى وفق انسيابية عالية بالتعاون مع مديرية الطبابة ومديرية الأمن والانضباط ومديرية الإعلام. كما وان سبق كنا بساحات الوغب في القتال، جينا احنا نخدم الوطن، مو قصة همنا الراتب او شيء، هم خدمة الوطن فوق كل شيء. وان شاء الله الاخوة العاملين هنا نشكرهم ونشكر الاستاذ فالح الفياض رئيس الهيئة ورئيس اركان الحشد، ربي يوفقهم ويحفظهم ان شاء الله على اجراءات الطيب. تلقونا بكل رحابة صدر، استقبلونا، سجلوا اسامينا، رجعنا الحاسبات، من رجعنا الحاسبات يعني كل شيء لطيف حلو، لقاهم الولد أكثر من 20 حاسبة، يعني الحمد لله وشكر إجراءاتهم سريعة ولطيفة وحلوة. صعدنا 4 أشهر 5 أشهر ما مفكرين راتب، صعدنا اكتفاء الجهاد والحمد لله والشكر وهسه إن شاء الله العودة إن شاء الله لا راتب ولا هذا، حتى لو بدون راتب إحنا باقيين مستمرين. إحنا أول شيء جرحى وثاني شيء جينا حتى لو راح دفاعا عن الوطن المقدسات وجينا فتوى وإن شاء الله حتى لو نجرح ثاني مرة هم نستمر بالقتال.